التقدم اللي بدات نتيجتها التعادل 0-0. الترجي الرياضي حذا ركنيتين الاولى والثانيه في الدقيقه الاولى والدقيقه الثانيه. تشكيله فريقين كمال الخميري لسعد بن يحيى الكنزاري بن محمود فدو العروسي جريدي الوسطي طار. بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي عبد الواحد صلاح الدين العيادي عبد الوهاب بن غازي الياس بن صالح لحبيب مذيوب لطفي كمون عبد الرزاق السوداني منجي عبد المولى بدر الدين وعبد القادر دربال عباس عباس. احتياطيين بالنسبه للترجي الرياضي الشوشان منتصر طرابلسي السلطاني تقيا والنادي الرياضي الصفاقسي عامر اللجمي حافظ بن صالح سمير العذار رضا اللجمي وفرج بن جديدي. لجنة التحكيم حافظ بن حميدة يساعدوه حكام خطوط بشير الخليفي والعربي الوسلاتي. لعب عند الترجي سمير الخميري. خميري فدو لطفي كمون مع لطفي العروسي منجي عبد المولى عبد القادر دربال. أول هجوم يقوده النادي الرياضي الصفاقسي يتعادل بن يحيى ويمس كرة بيده وإنذار شفاهي من الحكم حافظ بن حميدة وضربة مخالفة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. الجمهور من حيث الاعداد لا باس به والنادي الرياضي الصفاقسي يلعب على يسار المتفرج على الشاشه والترجي الرياضي على اليمين. منجي عبد المولى كمال كريا طارق غياب طارق يتبع فيه المنجي عبد المولى لبن يحيى لبن محمود بن يحيى يخرج بها عبد الوهاب بن غازي للسوداني وتخرج لفايد الترجي الرياضي. لسعد فدي عبد الواحد كورتو الخميري وعباس تتصب في الوسط عند بن محمود مع عباس وضربة مخالفة لفايت بن محمود للترجي الرياضي. تتنفذ عن طارق تتفكله من عند عباس ترجع لعباس تتفك عند بن محمود مرة أولى والثانية بن يحيى لسعة تتفكله يعاود يحاول ياخذها يا اخي نشيلها الياس لعبد الواحد حبيب مذيب دربال لطفي كمون العروسي مسهاله ياخذها طارق وضربة مخالفة قبل ما ياخذها طارق لفايت النادي الرياضي الصفاقسي. لحبيب مذيوب. العباس مسكر الثنية عند فدو يغلط يمد كرة لبدر الدين تضرب في كنزاري ويمشي لها سمير الخميري. بن محمود بن يحيى باقي بن يحيى لطارق مسكر عليه ثنية تمشي للسودان. سلاح الدين العيادي معه طارق باقي وتخرج كورة ضايعة لا ركنية لا ضايعة. حافظ بن حميدة أعطى رأيه واستشار في نفس الوقت الحكم. ضربة مرمى عبد الواحد بن غازي لا سلاح الدين العيادي
كرة عبد الواحد، دربال لطفي كمون بن محمود، لطفي العروسي، لطفي العروسي، لطفي العروسي تعرض له الياس، الياس لحبيب مديون، عبد الواحد كرة عبد الواحد، كنزاري وعباس عند لطفي العروسي، بن محمود الخميري بن يحيى، بن محمود، بن محمود يخرج كرة لطارق على اليسار وتخرج لفريق نادي الرياضي صفاقس. عن بن غازي. عبد الواحد. الياس. لحبيب مديوب. لحبيب مديوب. لحبيب مديوب. ضربة مخالفة الفايت الكنزاري الفايت الطراز الرياضي. بن محمود. بن يحيى تتفك له تمشي لاسعد بن يحيى. بن يحيى. بدو. فدو تفك الفدو عند العروس، العروس يفدو للداخل لطفي كمون ويخرجها الفايته طراز الرياضي. تلعب التماس عند الخميري، ترجع من الدفاع بن غازي، ترجع مره اخرى وضربة مخالفة لفريق نادي الرياضي صفاقس. تسعة دقائق لعب الشوط الأولاني، نتيجة تعادل 0-0. الملعب التونسي ونادي الرياضي المقطع، الملعب التونسي ترشح هدف مقابل 0. هدف جاء عن طريق الهرجال. عبد الواحد. بن محمود البدر الدين بن محمود لعبد الرزاق السوداني على مسافة طويلة، عباس مرة أولى وتخرج الفايت نادي الرياضي صفاقس. عباس السوداني، 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 كمال مرة أولى وثانية، أول فرصة تضيع لنادي الرياضي صفاقس عن طريق بدر الدين. كرة تمشي لكمال والبخت اللي عند كمال كونه ما تماش مهاجم قريب، رجعها لمارتينا وتشوفوا لونجو من عند بدر الدين، وكمال ايضا مرة اولى وثانية منحها وتسلل ضد السوداني او بدر الدين واحد منهم، مراقب الخط يشير. انذار شفاهي بن يحيى مع السوداني. عباسق السوداني يتطلب اسعاف، مراقب الخط الخليفي، الحكم يرفض دخول المساعد نتاع نادي الصفاقس الاسعاف ويطلب اللعب، علاش لا ادري. لسعد دياب، لسعد دياب، فدو، فدو عبد الوهاب الغازي يسكر الثنية ويهز كرة عالية لبدر الدين، تخرج الفايتة طراج رياضي. في نفس الوقت كمال حارس طراج رياضي يمشي لعبد الرزاق السوداني
باش يسعفوا المسعف في نفس الوقت، مسعف النادي الرياضي صفاقس يدخل لاسعاف عبد الرزاق السوداني. نتمناه لاباس. من الجانب الاخر الخميري يبدل في الصباط حذاءه. واسعاف عبد الرزاق السوداني. ولاعب من نادي رياضي صفاقس الاحتياطيين يحضر في نفسه. السوداني قام لاباس ورجع للتشكيله طبعا، وهذا ما نتمناه. يرجع اللاعب عن بن محمود. الاسعد طارق مره اولى تتفك وتمشي عند دربال حارس مرماه عبد الواحد. لحبيب مذيوب. لحبيب مذيوب تبع فيه جريدي وضربة مخالفة ضد جريدي. لحبيب مذيوب هو اللي باش ينفذ. ينفذ لحبيب مذيوب عند بن محمود. طارق. طارق الخميري. 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 الخميري العروس. العروس يهز كرة عالية. طارق. عند لطفي كمون ما يخليها تخرج لفايتو. فايت النادي الرياضي صفاقس. لطفي كمون ولحبيب مذيوب. لحبيب مذيوب. لحبيب مذيوب يلعب للياس. تضرب في العروسي وترجع عند دربال. وتخرج مرة أخرى عند الياس. مراقب الخط يشير إلى تجاوز الخط الجانبي. الكرة الفايتة ترجع. الخميري بن محمود. الخميري بن يحيى. بن يحيى العروسي. الخميري. طارق بن يحيى. بن يحيى بن محمود. بن محمود. وترجع الكرة عند دربال. المنجي عبد المولى. منجي عبد المولى. منجي عبد المولى تفكت له تمشي لفدو وتخرج من عند منجي عبد المولى الفايت الترجي. بن محمود تتفك عند دربال لعبد الوهاب بن غازي. عبد الوهاب بن غازي تفك عند الخميري والاسعد. الاسعد الياس. الياس وجريدي ماشي له وضيع لعب عبد الواحد يعاود ياخذها. غلطه الياس كانت تكلف غاليه ياسر. يرجع اللعب منجي عبد المولى. منجي عبد المولى. هاي الغلطه الياس وتباطأ مسها جريدي مره اولى ويعاود يخلط عليها عبد الواحد. بن محمود والمنجي عبد المولى. كرة المنجي عبد المولى ما عند الكنزار العروسي. العروسي فدو. العروسي. العروسي. وتخرج الكرة من عند لحبيب مذيوب الفايتة ترجي رياضي. العروسي. العروسي وركنية من عند لحبيب مذيوب الفايت الترجي الرياضي الركنية الثالثة. الركنية الثالثة في الدقيقة 16. التنفيذ وركنية رابعة في نفس الوقت. طارق هو اللي نفذ في الركنيات.
طارق ينفذ يرجعها لياس، تمشي لعبد الرزاق السوداني معه بن محمود، يفكها لفدو، تمشي لبن محمود وتخرج لصالح النادي الرياضي تفاس. مقابلة صعبة، كل كورة عليها اللاعبين، أقرب لاعبين عليها الكل، بحيث النتيجة تكون إلا من اجتهادات اللاعبين أنفسهم. لياس 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 العروسي العروسي ولطفي كمون فدي طارق طارق كورته تعدات مباشرة، ترجع الدربال من عند بدر الدين، تضرب عند بن محمود وتمشي لعبد الوهاب بن غازي. عبد الوهاب بن غازي عبد الوهاب بن غازي دربال وبن محمود تتفك، ياخذها المنجي عبد المولى، منجي عبد المولى بدر الدين، ترجع من عند الخميري لبن محمود وطارق طارق 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 بن محمود العروسي العروسي ما تعدتش، ياخذها لحبيب مذيوب وهجوم عكس حكايه النادي الرياضي صفاقس. لحبيب مذيوب لسعد وعبد الرزاق السوداني السوداني ولسعد الواسطي دربال ويتداخل بن يحيى قبل، تخرج الفايت النادي الرياضي صفاقس. كمون سبقت ياسر بن يحيى مرة أولى والثانية عند العروسي 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 طارق وتخرج ركنية ركنية خامسة ضربت في بن غازي. الركنية الخامسة دقيقة 19 نفذت عند فدو فدو عند عبد الوهاب بن غازي عبد الوهاب بن غازي بدر الدين بدر الدين بن يحيى بن يحيى التعادل 0-0 بن يحيى الواسطي لسعد دياب لسعد دياب ما تعدتش عند منجي عبد المولى منجي عبد المولى منجي عبد المولى لطفي كمون الياس بن صالح الياس الياس للسوداني والخميري مرة أولى عند المنجي عبد المولى ترجع وتسلل الحكم يطلب اللعب لطفي العروسي لطفي العروسي لطفي العروسي لطفي العروسي باقي لطفي العروسي فدو فدو باقي ضربة مخالفة الفايت فدو مع المنجي عبد المولى ضربة المخالفة طارق هو اللي باش يتولى التنفيذ قدامه المنجي عبد المولى تنفيذ عند عبد الواحد للسوداني السوداني عباس الياس 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 المنجي عبد المولى منجي عبد المولى مست من عند الياس لكن الحبيب مذيوب يصلح الكره لحارس مرمى عبد الواحد عبد الوهاب بن غازي لحبيب مذيوب تعادل 0-0 21 دقيقة في الشوط الأولاني في ملعب المنزه دور الثمن النهائي كنزاري رجع كرة يعاود ياخذها بن يحيى فدوا لحبيب مذيوب لحبيب مذيوب عند جريدي جريدي بن محمود لطفي العروسي لطفي العروسي لطارق طارق
طارق لطفي العروسي. لطفي العروسي ما وصلتش، تتفك من عند عبد القادر دربال العباس. عباس 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 سوداني 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 بالمحمود، سكر له 100 ولاسعد يهاجم. طارق طارق للاسعد، طارق للاسعد ما يخلطش وتخرج ضايعه. ٢٢ دقيقة في الشوط الأولاني في ملعب الأولمبي منزه، الدور الثمن النهائي تعادل 0-0 ما بين الترجي الرياضي ونادي الرياضي صفاقس. نادي الرياضي صفاقس أتيحت له فرصتين والترجي أتيحت له فرصة وتحصل على 5 ركنيات. الجريدي الجريدي وركنية سادسة لصالح الترجي الرياضي. تباطأ الجريدي والدفاع صلح. الركنية السادسة في الدقيقة 23. عبد الواحد وركنية سابعة. الركنية السابعة بصدد التنفيذ بن محمود عبد الواحد. لحبيب مذيوب. لحبيب مذيوب. لحبيب مذيوب بدر الدين. بدر الدين. منجي عبد القادر دربال. دربال لعبد المولى. عبد المولى. وكمال يخرج قبل العباس. قبل. أقرب لاعب بدر الدين. لطفي العروس. طارق. طارق تبديله كامل للسوداني صلاح الدين العيادي. منجي عبد المولى. صلاح الدين العيادي. منجي عبد المولى. عبد المولى باقي. باقي عبد المولى. باقي عبد المولى. ضربة مخالفة ضد لاسعد. ضربة مخالفة ضد لاسعد وفايت النادي الرياضي صفاقس. الحكم يطلب من منجي عبد المولى باش يسعف خارج الميدان. ٢٥ دقيقة في الشوط الأولاني في الملعب الأولمبي بالمنزه، مباشرة مقابلة الترجي الرياضي ونادي الرياضي صفاقس في الدور الثمن النهائي لكأس فخامة رئيس الجمهورية. النتيجة التعادل. الترجي الرياضي حصل على 7 ركنيات، أتيحت فرصتان للنادي الرياضي صفاقس وفرصتين للترجي الرياضي. ضربة المخالفة لفايت النادي الرياضي صفاقس والمنجي عبد المولى أخرج خارج أرضية الملعب للإسعاف. تنفيذ. تسلل وكمال ياخذ كورة والتنفيذ عند لطفي العروسي. طارق. طارق طارق كورته ما وصلتش، مشات العباس ولطفي كمون. ترجع من عند طارق البجريدي يخلط عند لسعد دياب. لسعد دياب لطفي العروسي. لطفي العروسي بن يحيى. بن يحيى يتيح بن يحيى وكرة ياخذها لحبيب مذيوب. حبيب مذيوب لطفي كمون. لطفي كمون. كمون دربال. عبد القادر دربال. عبد القادر دربال. عبد القادر دربال يتعرض الكنزاري وكرة تمشي لدربال مرة أخرى، يخلط يمدها لصلاح الدين العيادي. صلاح الدين العيادي يمدها لطارق. طارق الواسطي. واسطي لطفي العروسي. لطفي العروسي للواسطي. فتحي الواسطي. فتحي الواسطي. فتحي الواسطي و تخرج لفايت الترجي الرياضي. فدو بن محمود
بن محمود الجريدي وعلى و كرة تضرب بجنب المرمى عند ياسر. اي اعادة الجريدي ضايق وضربة لسعد ضايع. عباس عباس خرجت الفايتة ترجي رياضة. تنفيذ عند بن يحيى. لطفي العروسي لطفي العروسي لجريدي. وضربة مخالفة ضد الياس. فتح الواسطي لا طارق وانذار شفاهي للياس. تنفيذ يرجعها عبد الواحد لسعد الضيع له مرة أولى تمشي للسوداني. السوداني على مسافة طويلة العباس بن يحيى. عبد الوهاب بن غازي في سقين دربال. دربال للسوداني تخرج الفايت الترجي الرياضي. سبعة وعشرين دقيقة تعادل 0-0. بن يحيى الخميري لا كنزاري الواسط العروسي بن محمود العروسي بن محمود اتكلوا والحكم يحتسب ضربة مخالفة لفايت بن محمود لفايت ترجي الرياضي. تنفيذ عند الخميري. الخميري طارق ما وصلتش صلاح الدين العيادي للسوداني. فدو صلاح الدين دار اظنه اللسعة. تنفيذ ضربة المخالفة عند صلاح الدين العيادي. ينفذ صلاح الدين العيادي عند لطفي كمون. كمون بن محمود. كورته ما وصلتش عند صلاح الدين العيادي. صلاح الدين العيادي المنجي عبد المولى للياس بن صالح. الياس بن صالح لعبد القادر دربال منفلت من اليسار. دربال كنزاري لطفي العروسي وتقدر ترجع ومن يحيى الداخل يصلح. كمال لسعة تفكلو وهجوم معاكس عند عبد القادر دربال. مقابلة الأولى انتهت الفايت ملعب تونسي هدف قبل صفر مع نادي رياضي المكتب. فادو مراقب الخط يشير إلى ركنية وهي الركنية الثامنة لصالح ترجي الرياضي. رقم غريب في الركنيات. الركنية الثامنة لصالح ترجي الرياضي في الشوط. ينفذ وضربة مخالفة لفايت الياس نادي رياضي سويس. عبد الواحد والياس. عبد الواحد كرة عبد الواحد الجريدي الكمال
كرة كمال بدو الياس بن صالح، الجريدي وعبد الوهاب بن غازي، وترجع كرة طارق وعلى سلاح العيادي الياس بن صالح. الياس لعبد الوهاب، رجع له الكرة ويبرد شوية الجو. كرة عبد الواحد، كنزاري بن محمود، لحبيب مديوب، لطفي كمون، والعروسي تخرج لصالح الترجي. الشوط الأولاني نتيجة تعادل 0-0. لحبيب مديوب، عباس باقي عباس، منجي عبد المولى، لحبيب مديوب، مباشرة فدو، لا مش فدو الواسطي، وكورته ما وصلتش، كانت أسرع عند عبد الوهاب. عبد الوهاب بن غازي، كرة بن غازي بن يحيى بن محمود، يسبق سلاح الدين العيادي وطارق، العيادي وطارق، وكرة نزل تجري في اللعب، يرجعها كنزاري عن طارق. العروسي بالمحمود، كورته عند عباس، لعند الخبيري تمشي لعبد الوهاب بن غازي، وبدر الدين وكنزاري، العباس، لطفي كمون، عبد القادر دربال، فدو، بإعانة كبيرة من طارق، فدو تبع كورة، أو الأسعد هو اللي قال الهجوم، طارق، فدو كان موجود، هو اللي راوغ عبد الواحد، ولم يتسمى اللحاف بالكرة، فكان طريق الشباب. الهدف في الدقيقة 40. هذا فدو. هدف من قبل صفر لصالح الترجي الرياضي، الياس. رجعها لطفي العروسي، وضربة مخالفة لصالح النادي الرياضي سفاكس. عبد الوهاب لحبيب مدير، بن يحيى وكمون، وكرة ضايعة. كمال بن يحيى، تتفكر بن يحيى، شدان كورة، بدر الدين، كمال، فدو تتفك، تمشي عند منجي عبد المولى، سوداني، منجي عبد المولى، لطفي كمون، لحبيب مديوب، وضربة مخالفة لفريق النادي الرياضي سفاقسي مع العروسي.
42 دقيقة نتيجة هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي. وضربة مخالفة لفريق النادي الرياضي استأصل باش ينفذها لحبيب نديو. ينفذ نديو يرجعها كنزاري فادو لطفي كمون وتخرج لصالح النادي الرياضي الساحل. سلاح الدين العيادي عبد الوهاب بن غازي كرة عالية يرفش كمال ياخذها كمال بن يحيى كمال ماهوش بن يحيى العروسي توا بن يحيى بن يحيى تتفك كرة مسافة قصيرة ياسر وهجوم الفريق النادي الرياضي الصفاقسي منجي عبد المولى منجي عبد المولى العروس لطفي العروس لطفي العروس لطفي العروس على مسافة طويلة لياسر طارق طارق يمدها للجريدي يمدها ل 40 فدو طارق بن محمود وقذفته عالية ضايعة الوقت انتهى في 45 دقيقة تلاعبوا الشوط الأولاني نتيجة هدف مقابل صفر سجل عن طريق قدو في الدقيقة 40 والترجي تحصل على 9 ركنيات بينما النادي الرياضي الصفاقسي ضيع فرصتين والترجي الرياضي أيضا أتيحت له فرصتان السوداني سلاح الدين العيادي محمود فتح الوقت عبد الواحد سلاح الدين العيادي عبد الوهاب بن غازي لحبيب مذيوب لطفي كمون عبد الرزاق السوداني منجي عبد المولى بدر الدين عبد القادر دربال عباس واحتياطيين للفريقين ترجي رياضي شوشان منتصر طرابلسي السلطاني تقي بن تقي النادي الرياضي الصفاقسي عامر اللجمي حافظ بن سي تخرج كره لفريق النادي الرياضي الصفاقسي حبيب مذيوب عبد الواحد نادي رياضي صفاقسي يلعب على يسار المتفرج وعلى اليمين ترجي رياضي السودان كل المفاهيم نتاع لعب الكره تغيرت بالنسبه للمقابله هذه مهاجمين مدافعين تلق ما زالت ما خرجتش ضربه مخالفه ضد اليوم الحكم حافظ بن حميدة يطلب من الأسعد باش يصعد خارج الميدان قام الأسعد لاباس وهذا ما نتمناه وضربة مخالفة لفريق الترجي الرياضي الأسعد وطارق وبن محمود الاسعد تتفك للاسعد عند عبد الوهاب بن غازي العمليه ذكيه ياسر ولكن ما وصلتش بن محمود مره اولى مع دربال وضربه مخالفه لفيت الترجي الرياضي الحكم يطلب اللاعب الحكم يطلب اللاعب وهو محق الكره عند منجي عبد المولى السوداني تضرب في السوداني وتمشي للياس والجريدي عبد الرزاق السوداني رزاق السوداني الخميري ما ياخذهاش عند عباس السوداني هاي إعادة غلطة أولى وثانية هاي إعادة
والثانية من سالم الخميري، والسوداني هو اللي غالط كمان. ضربة مخالفة لصالح النادي الرياضي صفاقسي في الدقيقة 14. نتيجة هدف مقابل هدف. السوداني ينفذ، ترجع عند العروس، طارق للعروس، الواسطي تتفك تمشي للياس، الياس عبد القادر دربال، العباس دربال لمسة يد ضد الاسعد بيب، عبد الوهاب بن غازي هو اللي باش ينفذ. ينفذ عبد الوهاب، الخميري العروسي، واللاعب يرجع باقي عند عبد الوهاب. عبد الوهاب بن غازي كرة عالية يرجعها كنزار لحبيب مذيوب، دربال عباس، عباس دربال منجي عبد المولى، وتخرج الفايت النادي الرياضي صفاقس. عبد القادر دربال لعبد المولى، دربال تخرج مرة أخرى لفايت النادي الرياضي صفاقس. دربال يستناو، دربال يلعب لعبد المولى اللي متسرب وحده، تضرب على العارضة وضايع. فرصة غريبة ياسر وثمينة ياسر، لعبة من عند عبد المولى، القذفة تضرب على العارضة وتخرج من عند بدر الدين. الدقيقة 16. ضربة مرمى تنفيذ عن كمال لطفي كمون السوداني بالمحمود دربال وضايع. كمال بالمحمود، والحكم يطلب التعويض. الواسطي هو اللي يخرج، شكون مش يعوضه؟ منتصر المنتصر يمشي للوسط، لا المنتصر يولي ظهير، والخميري يدخل الوسط. الخميري طارق للعروسي، العروسي ما ياخذهاش، ياخذها له عباس منتصر سكر له ثنيه عند لطفي العروسي منتصر ما ياخذهاش مذيوب، وخرجت للترجي الرياضي. تنفيذ عند بن محمود، ترجع من عند الياس لطفي سمير الخميري، كنزاري بن يحيى، منتصر بن محمود فدوا
كرة عند عدل واحد سعد العيد. سعد العيد بن محمود. بن محمود وسعد العيد. خرجت الفريق الترجي مش لحد العيادي موجي عبد المولى. بن محمود بن يحيى. لطفي العروس. لطفي العروس. لطفي العروسي منتصر. منتصر. وتخرج كرة ضايعة ضربة مرمى قدام عبد الواحد. العيادي فدوا بالمحمود. بالمحمود بن يحيى. بن يحيى طارق. لسعد. لسعد سبقها ياسر تتفتلوا عند بن غازي. بن غازي. بن يحيى. بن يحيى العروسي. جريدي العروسي. اقرب منه لطفي كمون لعبد الواحد. ماذيو. ماذيو. ماذيو عباس. ماذيو موجي عبد المولى. عبد المولى لسعد العياد. باقي عبد المولى. باقي عبد المولى. خرجت الفايت نادي رياضي صفاقس. واحد وعشرين دقيقة. الشوط الثاني هدف مقابل هدف. هدف الترجي عن طريق فدو في الشوط الاولاني دقيقة 40 وهدف التعادل عن طريق السوداني السوداني في الدقيقة العاشرة من الشوط الحالي. الياس عبد الواحد. كرة عبد الواحد الخميري مشى ولا بطل. طارق. طارق لسعد. بن محمود. بن محمود منتصر. منتصر. باقي المنتصر. منتصر. العروسي. ياخذ كرة يخرجها الفيت ترجي رياض. ترجع العروسي هزها عالية مرة أولى والثانية. الجريدي و عبد الواحد. بن محمود منتصر. فدوا كرة المنتصر عالية لسعد يطلع ياخذها عبد الواحد. عبد المولى. كنزاري. الخميري. باقي الخميري. الخميري شد كرة ياسر وتفتت له. سوداني بدر الدين وقد فعال يا ضايع. تغيير في تشكيلة النادي الرياضي سكر. حافظ بن صالح ياخذ مكان لطفي كمون. الفريق غير لاعب. بن يحيى
الخميري، طارق، الخميري، طارق، 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 ما وصلتش، تمشي البنغازي، كانزاري، دربال يتعرض بالمحمود، بالمحمود باقي، العروسي، فدو، ما وصلتش عند مذيوب، وتخرج للنادي فايت نادي الاستاذ. مذيوب، عبد المولى، عبد الواحد، ترجي كله في الدفاع مع عدا جريدي، والنادي الرياضي الصفاقسي عنده ثلاثة محيطين بجريدي، بينما ثم عبد الداني، وقد يكون حافظ بن صالح، لا المذيوب في اتجاه القذف، هذه خرجها الفايت خرج رياضي. يمشي للسوداني، السوداني بدر الدين، بن يحيى ما ياخذهاش، ياخذها دربال، بدر الدين منطلق من اليمين، بدر الدين، بدر الدين، باقي بدر الدين حتى في اتجاه حافظ بن صالح يرجعها بالمحمود. بن يحيى بن محمود، بن يحيى، حيفا ياسر، تسليم الدين عبد الواحد، منتصر وعباس، يستقيم عبد الرحمن عباس، السوداني بن يحيى قبل، طارق ما ياخذهاش، ياخذها عبد المولى، عبد المولى، بدر الدين، بدر الدين، العروسي، العروسي، الأسعد، الأسعد على مسافة كبيرة في دين عبد الواحد، عبد الواحد، العباس، دربال لعبد الوهاب بن الحافظ، خويا ياسر، خرجت لصالح ترج رياض، بن محمود، الخميري، بن محمود، كانزاري، منتصر، بن محمود، سبقها ياسر، تفكت له من عند عبد المولى، مشات لبن يحيى، 30 دقيقة لعب، نتيجة هدف مقابل هدف، تتعدى، طارق، الأسعد، وعبد الواحد، كرة عند عبد الواحد، عبد المولى والعروسي، عبد المولى، رجعت له من عند دربال، موجع عبد المولى، صلاح الدين العيادي، صلاح الدين العيادي، كنزاري، كنزاري حافظ، وبن يحيى للمنتصر، منتصر، منتصر الفدو، بن يحيى، العروسي، المحمود، ما تعدتش، فكت عند عبد الوهاب، عباس، وانذار للعروسي، العروسي مع المنجي عبد المولى، انذار لطفي العروسي،
كامل مرجع عبد المولى لاباس. ما كانش لازم تماما، المخالفه زايده، خذ عليها انذار وباين ضربه مخالفه باش ينفذها الياس للحبيب ماذيو. عروسي طارق، طارق الفدو مع الحبيب مذيوب يدخل داخل الياس، بينما فدو قاعد موقع على الارض والياس يمشي بكورة. كنزاري في دين عبد الواحد لحبيب مذيوب، حارس مرماه عبد الواحد، بينما فدو بذكاء خرج خارج الملعب للاسعاف، وعبد الواحد لعبد القادر دربالي. كنزاري لسعد مرة أولى، بن محمود للمنتصر، بن يحيى، بن يحيى للعروسي، العروسي في سقين الياس، منتصر بن يحيى، بن يحيى للمنتصر، منتصر، منتصر، كرة عالية في دين عبد الواحد السوداني. ضربة مخالفة لفايت نادي الرياضي صفاقسي تنفذ عند الحبيب مذيوب، الحارس مرمى. استناو كرة عبد الواحد ماشية للعباس وبن محمود للأسعد، الفايت الترجي مراقب الخط هو الذي أخطأ، قال للترجي ولا قال لا، ولهذا اللاعب العب حسب رأي العربي الوسلاتي. سلاح الدين العيادي، سلاح الدين العيادي العباس، حافظ بن صالح عند فدو مباشرة، تتفك الفدو تمشي لحبيب مذيو، فدو وحافظ، لا واضحة ياسر، ضربة مخالفة اتنفذت بن محمود، ظاهرة لمسة يد من منجي عبد المولى، تنفذ عند العروسي، بن يحيى الخميري سبقها ياسر، تضيع وتمشي الحافظ، حافظ عباس لصلاح الدين العيادي، صلاح الدين العيادي عباس، عباس حافظ بن صالح بدر الدين، بدر الدين الحكم يطلب اللعب وعجب لطفي العروسي، لطفي العروسي بن محمود، بن يحيى، بن يحيى، بن يحيى باقي، باقي بن يحيى، منتصر للخميري، بن محمود، ضربة مخالفة وانذار العباس، تنفيذ طارق للاسعد، باقي الاسعد، بن يحيى منتصر، منتصر يوزع، عباس، عباس وجريدي، جريدي ضربة مخالفة لصالح الترجي.
جريدي جريدي وتخرج العملية لسعد عبد المولى بن يحيى باقي بن يحيى منتصر بن محمود فدو وضربة ركنية لصالح الترجي الرياضي أربعين دقيقة نتيجة هدف مقابل هدف ضايعة من عند كانزاري عبد الواحد في سقين بن محمود الخميري بن يحيى كانزاري منتصر بن محمود ما وصلتش المنتصر خرجت في بيت النادي الرياضي الصفاقسي لحبيب مديون عند جريدي لاروس ضربة مخالفة ضربة جريدي من عند انذار للياس قام جريدي لابس وضربة مخالفة لفايت الترجي الرياضي بن محمود لطفي العروسي فدو كرة فدو ضايعة راقب الخط يطلب ينبه الحكم اللي ثم تعويض ثاني في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي يعود سمير الاعذار كنزاري الياس مرة أولى مجي عبد المولى مجي عبد المولى حافظ بن صالح بدر الدين وخرجت لصالح الترجي الرياضي كمال بن يحيى الخميري الخميري ما ياخذهاش تخرج لصالح النادي الرياضي الصفاقسي صلاح الدين العيادي الخميري بن محمود الحكم يطلب اللعب لسعد دياب وعبد الوهاب بن غازي لسعد كرة خرجت ركنية الركنية رقم 13 بن يحيى الجريدي
جريدي في الساقين سمير العذار بدر الدين وبدر الدين بدر الدين فكها له بن يحيى العروسي طارق 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 يخرج عبد الواحد يخرج سمير الاعذار موجي عبد المولى سمير الاعذار عباس كره ضايعه إذن نلتقي في الحسم بداية حسم إضافية بوعساع ويلعب على الشمال البوعساع الخمسة وبداية الحصة الإضافية مع ملاحظة أن المقابلة التعادل هدف مقابل هدف هدف ترجي في الشوط الأولاني عن طريق فدو وهدف النادي الصفاقسي 10 دقائق الشوط الثاني عن طريق سودان عباس عباس النادي الصفاقسي يلعب على اليمين عباس على مسافة طويلة الخميري طارق العروسي او ترابلسي اظن وغير عوض جريدي لتضرب بن محمود بن محمود لطفي العروسي وكرة لصق ضربة مرمى عبد الواحد عبد الواحد صلاح الدين العيادي صلاح الدين العيادي عبد الواحد كرة عبد الواحد مشي لبدر الدين والمنتصر وضربت مخالفة ضد المنتصر لفريق النادي الرياضي الصفاقسي فدو وعبد الوهاب بن غازي عبد الوهاب بن غازي حافظ بن صالح لحبيب مذيوب مذيوب حافظ تتفك عن فدو 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 في سقين الياس الياس دربال وخرجت لصالح الترجي الرياضي منتصر العروسي العروسي مباشرة ترابلسي بن يحيى بن يحيى الخميري 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 ترجع عند بدر الدين بدر الدين بن يحيى للمنتصر منتصر المنتصر المنتصر ما تعدتش يمشي لها المنتصر بن محمود بن محمود ترابلسي وضايعة عند عبد الواحد قذفة ترابلسي عبد الواحد كرة عبد الواحد بن محمود وبدر الدين معا منجي عبد المولى منجي عبد المولى الخميري وتخرج لصالح النادي الرياضي الصفاقسي صلاح الدين العيادي حافظ بن صالح حافظ يلعب الدربال دربال والعروسي كمال وتسلل في نفس الوقت وكرة ضايعة
خمسة دقائق حسب الإضافية الأولى. تعادل باقي هدف مقابل هدف. حافظ بن صالح لعبد الوهاب بن غازي عالية المنتصر كنزاري مرة أولى. الكنزاري بن محمود للمنتصر. منتصر ضربة مخالفة لصالح الترجي الرياضي باش ينفذها المنتصر. مش عبد المولى قريب ياسر للمنتصر يدمر له الحكم. العروسي العروسي عبد الواحد اقتنصها فيها مذهلة خارقة العادة. التعادل هدف مقابل هدف. ستة دقائق حسب الإضافية الأولى في الملعب الأولمبي الميدان بين الترجي الرياضي والنادي الرياضي سكارس. دربال وكرة ضايعة هدفة متاع المنجع دربال. كمال بن يحيى بن محمود طارق طارق بن محمود بن محمود تتمس من عند عبد الوهاب تمشي وتتسكر ثنية عند دفاع نادي يدي صفاقسي مع عبد الوهاب وحافظ بن صالح سلاح الدين العيادي بن محمود ترابلسي بدو ترابلسي ترابلسي باقي مذيوب منتصر لطفي العروسي عباس بدر الدين بدر الدين بدر الدين عباس تسلل ضد سمير العذار. تنفيذ عند المنتصر. كنزاري بن محمود يمشي الكرة قدامه منجع عبد المولى هو اللي يحكم بالكرة. صلاح الدين العيادي دربال عباس يدخل الطرابلسي وترجع كرة لأسعد وتتفك. منجع عبد المولى منجع عبد المولى سمير العذار وخرجت لصالح الترجي الرياضي. تنفيذ ما وصلتش عند حافظ بن صالح لصلاح الدين العيادي. صلاح الدين العيادي حافظ بن صالح طرابلسي تتفك. بدر الدين بدر الدين وضربه مخالفه لصالح النادي الرياضي صفاقسي. تنفيذ عند سمير العذار قام بدر الدين لبس سمير العذار. باقي سمير العذار باقي سمير العذار. عبد القادر دربال
أول ركنية لنادي رياضي صفاقسي. عملية كانت مخطرة ياسر قدام عبد القادر الدربال. أول ركنية مقابل 14 ونادي رياضي صفاقسي عنده الكرة على العارضة دقيقة 16 الشوط الثاني. ركنية نادي رياضي صفاقسي في الدقيقة العاشرة الحصة الإضافية الأولى. تنفيذ عن سمير العذاب. استناوا في التنفيذ. نفذت. بالمحمود الضيالو. عاود تتفك لحبيب مذيوب. لسعد ذياب والياس. وضربة مخالفة ضد الياس. منتصر هو اللي باش ينفذ. تعادل باقي هدف مقابل هدف. الحصه الاضافيه الاولى دقيقه 11. المنتصر المنتصر بن يحيى بن يحيى فدو تضيع الاسعد يمشي لها طرابلسي بن محمود بن محمود للكنزاري الكنزاري الاسعد واخطا الاسعد حيث اصاب عبد الواحد الحكم يوقف اللعب بينما الاسعد فرصة كانت قدام الاسعد لكن استنى كورة عبد الواحد ما استناش كان في منتهى الذكاء الاسعد طايح يرجع طارق للعب وكورة عند ترجع المنتصر العروسي العروسي طارق طارق هاي إعادة مسك باليد في الشق لكن فيل ضربة مخالفة لصالح الترجي الرياضي خارج منطقة الجزاء الحصة الإضافية الأولى وقتها انتهى 15 دقيقة لعبوا استناوا التنفيذ ولا ما يستناش الحكم حافظ بن حميدة هذا ما سننظر فيه تنفيذ طارق باش ينفذ كرة خرجت في الترجي الرياضي تلعبت عند العروسي فدو فدو تبديل المكان يولي الترجي الرياضي يلعب على اليمين ونادي رياضي صفاقسي على اليسار
عبد الواحد. استناوك عبد الواحد يلعب. كرة عبد الواحد ماشية لبن يحيى. كمال. كرة كمال. الياس. معاكسة. لحبيب باديوب لعبد الواحد. صلاح الدين العيادي. صلاح الدين العيادي. وتخرج لصالح الترجي الرياضي. بن محمود. بن يحيى. تتفك بن يحيى. منتصر. وتخرج كره لصالح نادي الرياضي سفاقس. صلاح الدين العيادي. صلاح الدين العيادي. حافظ. حافظ. منجي عبد المولى. منجي عبد المولى معه بن محمود. بن محمود. لطفي العروسي. لطفي العروسي. لطفي العروسي. كورته قصيره ياسر. تمشي البدر الدين. ياخذها لطفي العروس ينفدوا. لسعد. 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 بن محمود. منتصر. بن يحيى. بن يحيى. وترجع. والهدف الثاني. الإضافية الثانية. العروسي هو اللي يسجل الهدف الثاني. الدقيقة الرابعة من الحصة الإضافية الثانية. نتيجة ولات هدفين مقابل هدف. يرجع اللاعب عباس. حافظ بن صالح. عباس. وركنية لصالح النادي الرياضي صفاقسي. الركنية الثانية لصالح النادي الرياضي صفاقسي. ينفذها سمير العذار عند حافظ بن صالح. وضربة مرمى. طيب. ثم لاعب طايح للترجي. ما كناش نتمنوها وما نتمناهاش لا في الحاضر ولا في المستقبل. لكن حب الرياضة ينجم الإنسان يفسر. هي ما وراهاش حتى تفكير آخر سوى حب الغلبة. طبيعي زوج فرق في مستوى باهي. لكن إلى الآن ما عرفتش من هو اللاعب اللي أقصاه الحكم من نادي الرياضي صفاقس. Thank you.
ثمانية. أظنه المنجي عبد المولى، إذا كان المنجي والله للأسف إذا كان المنجي. شو معناها إذا كان المنجي للأسف؟ أنا شخصياً اللاعبية بتاع نادي ريادي سكاكس كنت نحبهم ياسر، لكن المنجي بن عبد المولى خاصة لاعب ممتاز ياسر، ما نعرفش شكون اللي خرج الحكم للآن. اللاعب مبدئيا اللي خرج خارج الملعب مع مسيرين نادي ريادي سكاكس لحبيب مدير رقم ثلاثة، قد يكون هو اللي أقصاه الحكم حافظ بن حميدة. طيب لحبيب مديوب هو اللي أقصاه الحكم حافظ بن حميدة، ويرجع اللاعب ضربة مرمى عن كمال. كمال عبد الوهاب بن غازي. يرجع اللاعب عن صلاح الدين العيادي. صلاح الدين العيادي يرجع كرة اللعب بالمحمود، ياخذها معاك سواء. ثم ضربة مخالفة لصالح الترجي الرياضي. لا، ارجاع الكرة يرجع لفايت الترجي الرياضي مش ضربة مخالفة. سمير الخميري يلعب، صلاح الدين العيادي، عبد الوهاب بن غازي. عبد الوهاب بن غازي يلعب لواحد، عبد الواحد عبد الوهاب بن غازي، عبد الوهاب بن غازي. لطفي العروسي منتصر طارق. طارق لطفي العروسي. طارق 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 البن يحيى، وقذفة بن يحيى ضايعة. عبد الواحد ينفذ لصلاح الدين العيادي. صلاح الدين العيادي باقي. صلاح الدين العيادي المنجي عبد المولى. المنجي عبد المولى حافظ بن صالح للياس. صلاح الدين العيادي
صلاح الدين العيادي، العروسي والياس، كمال ومنتصر لطفي العروسي، كنزاري، كنزاري على مسافة طويلة ياسر، عبد الوهاب بن غازي، كرة عند الياس، الياس وفدي، سمير الأعذار، سمير الأعذار تتفك بن يحيى، بن يحيى فدو وتخرج لصالح النادي الرياضي الشاب. الياس، الياس على مسافه طويله ياسر، بن يحيى وخالط عليها، لا ركنيه قبل ما ياخذ طرابلسي كما اظن، ركنيه لصالح النادي الرياضي الشاب. 15 دقيقة تلعبوا لكن ثم وقت ضايع. باش ينفذها عبد القادر دربال. يديها عبد القادر دربال والكرة تعتبر ضايعة، الحكم يعتبرها ضايعة. ضربة مرمى قدام كمال. طبعا عبد القادر دربال على أعصابه، تعب نفسيا. قبل التنفيذ زلق كنزاري شي رجع كره اللعب، نتيجه هدفين مقابل هدف. كنزاري ينفذ، طارق، طارق ويغلق، تفك الكره تمشي عنده. الياس على مسافة طويلة ياسر، العبالي والحكم حافظ، ينهي المقابلة ما بين الترجي الرياضي والنادي الرياضي الصفاقسي بترشح الترجي الرياضي هدفين مقابل هدف بعد حصة إضافية، بينما المقابلة الأولى انتهت الفيت الملعب التونسي مع نادي الرياضي.